يا من غير ان كلمه عتاب يعني يلاحظ ان الندوه ديال اليوم يعني كان خلي الوزير كان فيها عاطفي شيئا ما، كان كيميل شويه لما هو يعني ايموسيونيل، حاول شويه انه يدغدغ ربما المشاعر. وشفنا الصوره باش ختم الندوه، الصوره ديال العناق ديالو مع اللاعبين وفي المباراه ديال كان هو سقط ارضا. كنظن ان يعني ما جاء في الندوه يعني ما كيختلفش كثيرا يعني على ما توقعناه. شفنا اللائحه ديال المنتخب، كاين مجموعه ديال اللاعبين اللي رجعوا، منهم سفيان الرحيمي ومنهم امين حاريت ونصير مزراوي. يعني هاد الجوج هذو اللي كانوا كيتحسبوا انهم يعني بين قوسين مغضوب عليهما. بالنسبه لحكيم زياش تكلم قال انه ما كيسدش الباب في وجه اي لاعب واكتفى بذلك. كنعرفوا ان كان المفروض يكون لقاء بين الطرفين في لندن ولكن ذلك لم يتم. كنظن ان اللائحه ما كانوش فيها مفاجات باستثناء كنظن ان غياب عبد الصمد الزلزولي. اللائحه كنظن انها كانت يعني منطقيه الى حد ما. اكيد مثل هذه المباريات ملي كتسحب القرعه ديال كاس العالم وكتشوف المنتخبات اللي كتواجه، يعني خاصك المفروض انك تختار منتخبات قريبه للمنافسين ديالك من حيث المستوى. المنتخب الكندي لاول مره غادي يلعب في كاس العالم، شفناه في التصفيات، شفنا طريقه اللعب ديالو. يعني هو كيلعب في الكونكاكاف الى جانب المنتخب الامريكي، يعني الطريقه ما كتختلفش كثيرا، فيها شويه ديال الدفاع بدني، فيها يعني مباراه في رايي غتكون مفيده جدا للمنتخب الوطني ونخرجوا منها بواحد المجموعه من الخلاصات. في انتظار ان نستغلوا لي دو دات اللي بقاو سبتمبر اللي كان المفروض ان نواجهوا منتخب زيمبابوي في تصفيات الكان. منتخب زيمبابوي الان تم الحرمان ديالو من المشاركه، اذا غادي يولي عندنا جوج ديال التواريخ اضافيه. ممكن اننا نواجه منتخبات اوروبيه بما اننا غادي نلعبوا ضد بلجيكا وكرواتيا، خاصه نواجه منتخب اوروبا الشرقيه ومنتخب اخر يكون قريب للمنتخب بلجيكا في طريقه اللعب، ربما منتخب فرنسا او منتخب يعني من 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 الدرجه الاولى في اوروبا. من حقنا احنا كمغاربه، احنا كمتتبعين للشان الرياضي في المغرب، احنا كاعلاميين وكصحفيين، اننا نوجهوا الانتقاد للناخب الوطني والاختيارات والنتائج ولا الطريقه اللي كيلعب بها، هذا من حقنا. ولكن ما نبخسوش العمل اللي كيقوم به. كيبان لي ان كاين خاص مازال شي حوايج يتقادوا، حتى حنا ما غاديش نرضاو بهذا المستوى اللي كيقدمه المنتخب، بالرغم من تاهل لكاس العالم، بالرغم من بزاف ديال الاشياء. ولكن حنا راضيين، حنا ماشي ما راضيينش، ولكن من حقنا كيف قلت لك اننا نقدموا الانتقاد وان يكون عندنا حق الرد من عند الناخب الوطني من اجل الحصول على الاجوبه اللي حنا كصحفيين كنطرحوها دائما. وهدفنا ان اسود الاطلس يكونوا في المستوى الجيد، وهدفنا كذلك بلوغ الادوار المتقدمه باش ما نبقاوش ندخلوا في الحسابات ديال اي منافسه ان هذا المنتخب غادي يتعادل، هذا المنتخب نربحوا معاه، هذا نتعادلوا معاه. حنا في غنى عن هذا الشيء، حنا عندنا لاعبين كيلعبوا في التوب ديال في الاوروب، دونك من حقنا نشوفوا المنتخب في اعلى المراتب. اللائحه ما خرجتش على المعهود، فقط العوده ديال بعض العناصر، امين حاريت، سفيان رحيمي، وكذلك نصير المزراوي، وكذلك انس الزنيتي اللي بصم مؤخرا على مستوى جيد رفقه فريق الرجاء الرياضي. انا عندي واحد النقطه اللي كيف قلت المجموعه ديال المنابر، الغياب ديال يحيى جبران اللي كيبقى علامه استفهام كبيره. اللاعب كيقدم مستويات جيده جدا رفقه فريق الوداد، كيتعتبر من الركائز ديال المنتخب الوطني المحلي، وكنظن ان بلاصتو كاينه في المنتخب الاول. ما كيتمش حتى الاستدعاء ديالو، ما فهمتش شنو السبب. وكنظن ان هذا الشيء ما غاديش يحبط اللاعب، سيرتو اننا كنعرفوا يحيى جبران من لي جوار اللي عندهم واحد لا مونتاليتي ان العمل ثم العمل، وكيتسنى الفرصه ديالو ان شاء الله يحظى بها ويقدم المستوى ويلعب مع ليكيب ناسيونال. واعتقد على ان اليوم مؤتمر صحفي كان واضح، النقطه الاولى وابرزها هي الحرقه اللي تكلم بها وحيد على العتاب ديال الجماهير على مستوى الفيسبوك، على مستوى بعد انا كنقولها محسوبين على الاعلام الرياضي لانهم كيسبقوا الحدث، كيعطيو انه كيبحثوا على البوز اكثر ما كيبحثوا على الحقيقه. وبالتالي قالوا وحيد فهو في العطله ديالو، وحيد اليوم داخل القاعه
وكنشوفوا بعض المواقع نشرات كاع اللائحه وهي ما كايناش، وبالتالي هذا كيمس في العمق الاعلام الرياضي. النقطه الثانيه هي مناقشته على تغيير حجي، وقال بانه كاين مساعد مدرب في مواصفات عالميه، ثم كذلك ناقش اللائحه ديال المنتخب الوطني، شفنا بان اللائحه ما خرجتش على المالوف اللي شاركوا في كاس افريقيا الاخيره بالكاميرون، ولا اللي شاركوا في اقصائيه كاس العالم لتاهلات القطر، نفس اللاعبين، يعني لاعبين اللي ولاو عندهم قيمه داخل المنتخب الوطني، عندهم امكانيات، عندهم مهارات فنيه. تم اضافه اللاعبين ديال الحرس القديم مثل عادل تعرابت، امين حريت، نصير المزراوي. النقطه اللي كانت اثرت اليوم هي اغلاق ملف ديال حكيم زياش، خاصه بعد ما خدش المشاعر ديال المغاربه وديال الاعلام الرياضي، وخدل الجميع من بعد ما رمى صوره في الحساب ديالو انه مشى لامريكا باش يدوز العطله ديالو، وبالتالي هذه شويه مسات المشاعر ديال المغاربه. اعتقد على ان وحيد كيعرف اش كيدير، كيناقش مباراه بمباراه، وعطى ارقام واحصائيات للمغرب ما وصلهمش هذه مده، وبالتالي ربما نشوفوا المنتخب الوطني يكون اقوى من اللي شفناه في المباريات القادمه، خاصه على مستوى اقصائيات كاس افريقيا ضد جنوب افريقيا بالرباط يوم 9 وضد ليبيريا بالدار البيضاء يوم 13 وكذلك بقطر، لان هذه المباريات كنعتبرهم بريباراسيون ليكيب ناسيونال لقطر. بطبيعه الحال، لان اي مباراه خارج ارض الميدان كتعطي اللاعبين واحد الدفعه قويه، وخاصه كنعرفوا نوايه المتحده الامريكيه حتى هو منتخب اللي تاهل لكاس العالم، وعندهم الامكانيات وعندهم تطوير كره القدم، وبالتالي هذه مباراه غادي تفيد المنتخب الوطني على بعد اسبوع من مواجهه فريق جنوب افريقيا. وان منازله جنوب افريقيا ولا ليبيريا كنعتبر ثلاثه المباريات مهمه بالنسبه للمنتخب الوطني اللي غادي يحاول يبرمج في شوتنبير القادم مباراتين قبل الذهاب الى كاس العالم. اعتقد على انه المباريات مفيده للمنتخب الوطني. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.